الصيف. اهلا بكم كل طلابنا وطالباتنا في ثالثة ثانوي. النهارده بنستكمل مع بعض المراجعة النهائية. خدنا في الجزء الاول 100 سؤال قواعد على الوحدة الاولى، حطها لكم في الوصف. والنهارده بناخد 100 سؤال قواعد وسيتياسيون على المنهج كله كامل. طبعا في مواصفات جديدة نزلت، وكتاب ميرسي بينزل لنا امتحانات عن المواصفات الجديدة، وكتاب برافو برضو. احنا بنستخلص اهم المواقف واهم اسئلة القواعد، بناخدها مع بعض ان شاء الله على حلقتين. النهاردة اول واحدة منهم هي مواصفات جديدة للامتحان، بس مش تغييرات جذرية، يعني مفيش موضوع مفيش ايميل منخافش، لكن هتبقى عندنا برضو قطعتين هي زي الامتحان العادي بتاعنا اللي احنا كنا بنحله ببوكلت برافو. عندنا اسئلة السيتياسي والمواقف والجرامير هي، بس اللي اختلف ان في اسئلة في المواقف هيكون عليها درجتين، وفي اسئلة في الجرامير برضو هيكون عليها درجتين، وبيقول ان هي بتقيس اللي هي المهارات العليا. طبعا ما نخافش من الكلام ده، احنا طالما مذكرين الكلمات مذكرين القواعد مفيش حاجة ان شاء الله هتقف قدامنا، واحنا هو بنشتغل وبنحل الاسئلة، وان شاء الله مش هيبقى في حاجة صعبة. نبدأ نحل مع بعض. الصفحة الاولى هتكون عندنا سيتياسيون مواقف. votre misui en régime alimentaire qu'est-ce qu'il dit؟ بخلي بالي بقرأ السؤال كويس. هنا بصديقك بيتبع نظام غذائي، ماذا هو يقول؟ هيقول لنا ايه؟ جي صبغت دي بلاغ، يعني هنا هو بيحب اللي هي الوجبات او الاطباق الدهنية طبعا لا، ولا بيشرب مياه غازية، ولا بيقول جي مانجا ان بيدي تو بياكل قليلا على الاطلاق، ولا بيقول برافو بون كوراج بنشجعه بنقول له برافو. طبعا هنا هو اللي بيقول، يبقى بيقول انا باكل قليل. votre ami vous demande quel est le travail de l'arbitre، بيسألك صديقك هنا ما هو عمل الحكم. qu'est-ce que vous dites، انت هنا بتقول له ايه؟ بتقول له هو الماركتيبي بيسجل الاهداف، ولا انترين لجوير بيدرب اللاعبين، ولا بيشجع الفرق، ولا بيدير الماتش. طبعا هو الديريج لماتش، وكمان خدنا الشخصيات دي في الوحدة الاولى وشرحنا الحكم بيعمل ايه، المدرب بيعمل ايه، وهكذا. votre ami vous demande c'est quoi le fromage، بيسألك ايه هي الجبنة. qu'est-ce que vous dites، انت بتقول له هي منتج من منتجات الحبوب، ولا منتج سكري، ولا منتج البان، ولا منتج من منتجات البحر. طبعا هي البان. vous acceptez l'invitation de votre ami à manger du poisson، انت هنا بتقبل دعوة صديقك لأكل الأسماك. qu'est-ce que vous dites، انت هنا بتقول له بتعتذر excusez-moi je viens de manger، انا لسه اكل، ولا بينسق بالتأكيد je vais bien انا اريد، ولا انا اسف انا لست جعان، ولا سي ما بوسو بريفيري انه مشروبي المفضل. طبعا بنختار رقم بي. هنا في اسئلة جديدة بيقترحها علينا كتاب ميرسي، ممكن تيجي في اسئلة السيتياسيون على اساس ان هي فيها اختلاف شوية. هنا بنقول جوليان تيوفا على ميزو انتي، هتروحي بيت الرعب، هتروح بيت الرعب. فبيقول لها بيقول له بيير كيل اورير اليا دي مونستر، ده في اشباح. جوليا بيقول له موا جي مي، لكن انا بحب اروحه. كل سنساسيو ابيير، هنا ايه المشاعر اللي مسيطره على بيير؟ طبعا هو بيقول له هنا كل اورير، يا له من رعب. يبقى هو هنا بيشعر بالجوع ولا العطش، ولا هو خائف جدا ولا حران؟ طبعا الاتريفير، واحنا عرفنا اللي هو التعبير افوار بير، يشعر بالخوف، وخدناه قبل كده، يعني الموضوع مش صعب. بيير وفوفو ليكم بيان دي كيلو، وتريد كم كيلو؟ فهنا ماري بتقول جو فيدرو دي كولي دي بون دي كيلو، انا عاوزة هنا 2 كيلو من التفاح. بيير اوتر شوز، طلب اخر مدام، بتقول له ابورتي مو ان باستيك، انا عايزة هنا بطيخ. فهنا كيلو لي متيو دي بيير، بيير ده وظيفته ايه؟ اللي هو بيبيع تفاح وبطيخ، هيكون هنا بوشي جزار، ولا بيشتغل فيه الاسماك، ولا صيدلي؟ طبعا لا، هو هنا بيبيع بياع فروي اللي هي الفاكهة. فهنا بيبقى عندنا زي هنا محادثة صغيرة، وبيكون عليها الموقف،
وطبعا ده مش سؤال ثابت، ده هو اقتراح علينا، وبعد كده في الامتحان التجريبي هنشوف هيكون اسئلة زي كده ولا لا. هنا زوي بيقول تي اد تي بارو على ميزو، بتقول لها زوي انت بتساعدي والدتك في المنزل، بتقول لها سارة وي جو في لا فيزيت، انا بغسل الاطباق. زوي مو جو بوس لاسبيغاتير، بتقول لها انا بالنسبة لي بشغل المكنسة الكهرباء. يبقى دي كواليفي بارل، بيتحدثوا عن ايه البنات دول؟ عندي تاش مانجير، طبعا هي بيتحدثوا عن الاعمال المنزليه مش الرياضات المفضله ولا مشروعاتهم في الاجازه ولا ميولهم المدرسيه. الموقف اللي بعده زوي كل جنور سبورت بريفيرتي، ما هو نوع الرياضه اللي بتفضليه؟ بتقول لها الياجا دور لسكالاد اليسكي، بتقول لها زوي مو جادور لرافتنج، بحب هنا ركوب الزوارق المطاطيه. كل اكيبمون الفو بور فير ديسكي، ايه المعدات اللي تلزمنا عشان نلعب تزلق على الجليد؟ دي باتو ولا ان باتو ان كاوتشوك ولا دي باتا ولا ان كورد ان كاسك؟ طبعا هنا في التزلق احنا مش محتاجين العصا ولا اللي هي القارب الكاوتش، طبعا ده في الرافتنج، لا احنا هنا هنختار دي باتا اللي هي احذية التزلق. بنحل أسئلة جرامير مع بعض. بقول جي في فواياجي على كامباني، أنا هروح الريف طبعا سيت إيتي هذا الصيف. جي بريفير جوي بادمينتو، أنا بفضل نلعب التنس الريشة. بخلي بالي عندي فعلين بريفيري وجوي، بختار الأداة هنا على الفعل اللي قبل النقط مباشرة، جوي بياخد أو مشتقاتها، طبعا دي تنس الريشة مذكر يبقى أو. دي تليفون اكلكا، انت بتتصل بحد انه جيني تليفون خلي بالي كلكا اي شخص بن فيها طبعا بنيبرسون ولا شخص. ايه توم بوان دي في، ما هي وجهة نظرك؟ طبعا هنا توم مذكر فبقول كلي. السيتي بلاس بيس، هو بتنقل بالاتوبيس، طبعا وسيلة مواصلات بنركب جواها، ما فيش قبلها محدد، بنختار اون. مومبير اي جرو كي مومير، والدي بيكون اضخم اقل ضخامه، موا جرو كي مامير. اير نو على بيسين، اير يعني بالامس، احنا عايزين ماضي مركب. اللو مضارع ما تنفعش، اللو اللي يعني ده مستقبل، يبقى انا هخلي بالي هركز في الاثنين الاخرانيين. طيب نو مع فيرب اتر يبقى هنختار نو سومزالي، نحن ذهبنا. لي جودو سي كوا، ما هي لعبه الجودو؟ سي كافي اوفر دي بوسو، المشروبات عندي جمع مؤنث يبقى بقول بو. سارة فا اشتي دي كيلو دي، خلي بالي طبعا كيلو من الظرف، تعتبر ظرف كمية، بنختار وراها دي يا اما دي ابصرف. فو باسي لي فاكانس على كومباني، انت هتقضوا الاجازة في الريف، نو ان بوسو. خلي بالي هنا ايه اللي اتحذف في الجملة؟ اتحذف عندي مفعولين، الأجازة والريف، هنا هنقضي الأجازة. طب هنا الأجازة المفعول الأولاني مباشر لأنه جاء ورا الفعل مباشرة، مفعول جمع يبقى لي. طيب المفعول الثاني عندي غير مباشر ومكان يعني إيجريك، أخذ الترتيب بتاعي يبقى لي زي، يعني أنا هقضيها فيه. أوكي طيب الجملة الثانية سامدي درنير، السبت الماضي إلا لتور إيفل فرنسا، بخلي بالي السبت الماضي يعني أنا عندي ماضي مركب، أخلي بالي يبقى هنا ممكن أختار أ فيزيتي أو أ فيزيتي، يعني عندي اختيارين يا إما أ يا إما سي. طيب فرنسا هنا دولة مؤنث فبختار قبلها أو، طبعا يبقى هختار سي. دانيال ست شميس، دانيال هنا وبعدها الفصلة يعني معناها عندي في أمر، أمر هنا مفرد يبقى حط مرو بضمير تي، يبقى بتقول له قيس هذا القميص إنه جميل. طيب مرو بضمير تي، السي من أفعال المجموعة الأولى بتحذف منه الإس، يبقى هختار هنا خلي بالي في رقم سي. طب سي جوليم، هنا الصفة مذكر، حد يقول لي هنا القميص مؤنث ازاي هختار جولي؟ هقول لك بعد سي بيجي وراها دايما مفرد مذكر، يبقى نختار رقم سي.
هنرجع لأسئلة المواقف تانية. فوزات على بوشيرين طب محل الجزارة كسكلي فان دير فوديك بيقول لك انا ايه البائع ما هو مقاسك؟ لا طبعا كومبيان دي كيلو دي اورانج فو فولي بتريد كام كيلو من البرتقال؟ لا طبعا مش هينفع. هو بيقول لك هنا بتريد هل تريد اللي هو السجق؟ طبعا دي هي اللي هتنفع، اللي بعد كده الاسماك مش هتنفع. فو ام دي كي لي زاكتيفيتي كي فو فات على مونتاني كيسك فو ديت. انت هنا بتشرح لنا الانشطة اللي انت عملتها على الجبل. فو ديت هتمارس السباحة؟ لا. هتمارس التزلج لباتا؟ لا. جي في دي سكي اي دي كامينج، طبعا هنا بمارس التزلج على الجليد وكمان اللي هو المعسكر. طبعا لباتا بنمارسها في اللي هو على باتينوار في ساحة التزلج عشان نبقى عارفين الفرق. فو زاد دال ريو دي برودوي لتير، انت هنا في قسم منتجات الألبان كيسك فو دي، هتشتري ايه من منتجات الألبان؟ طبعا هنا عندي السمك ولا الجبنة ولا الفراخ ولا الخيار، طبعا من الألبان بشتري اللي هي الفروماج. فو دي مانديا فوترامي و إل سنترين، هنا انت بتسأل زميلك هو فين بيتدرب؟ كيسكيل دي بيتدرب افيك ميزامي مع اصدقائي ولا شاك فاندردي كل يوم جمعة ولا او جيمناز في صالة الالعاب ولا بتدرب 16 ساعة؟ طبعا او جيمناز. بعد كده بناخد السؤال بطريقة المحادثة. ماما جيب فو ايدي، ماما ممكن اساعدك؟ بتقول لها وي تي بي فير لا فيزيل، بتقول لها ايوه ممكن تغسلي الاطباق. داكور ابري جو في رانجي لي شامبر، بعد كده انا هجهز او هرتب الحجرات. هنا لفي اي تسامير، البنت دي بتساعد امها في ايه؟ ان هي تعمل لي كوكس المشتروات ولا تعمل رياضة ولا تعمل اعمال منزلية ولا تأكل حيوانات؟ طبعا فير لي تاش مانيجير. بيير مسيه سي سي شيرس ميديكامون، ده غالي الدواء ده. دانيال بيقول انه بادته على الاطلاق سي ا 5 يورو، ده بيكلف 5 يورو. بيقول له بودوني موادي بوات، اديني علبتين. او سي باس ست سين، المشهد ده المحادثة دي ممكن نشوفها فين وانتر كي وبين مين؟ بنقول هنا انتر ان فارماسيان، بين صيدلي والزبون على فارماسي في الصيدلية، ولا انتر دي كاميرات بين زميلين في الفصل، ولا بين الجزار والزبون في المحل، ولا بين اللاعب والمدرب؟ طبعا هتكون الاولى. ليو كيلسو تي باسيون، ما هي هواياتك؟ بيقول له جي سي ناجي بياندر اي توا، طيب هنا انا بحب العوم والرسم. وانت؟ بيقول له موجي سي مونتي اشيفال، انا بحب اركب الحصان. هنا بنقول تكوا بار للي دي جين لي دي جاكسون، بيتكلموا عن ايه الاولاد دول؟ دي ماتير بريفري، موادهم المفضله ولا الطبيعه ولا الطقس ولا دي لير ابيليتي؟ طبعا اللي هي مقدراتهم القدرات بتاعتهم مهاراتهم اللي بيعرفوا يعملوها. طبعا بيقول له كي دوا جي فيغ، ماذا يجب ان افعل؟ تي دوا بيان تي انتريني، يجب ان تتدرب كويس. كومبيان دير جي دوا مي انتريني، كم ساعة يجب ان اتدربها؟ بيقول له 3 ساعات على الاقل. جين ادرس دي كونسي اتو، هنا جين بيوجه نصايح لتوم لي بور باسيان اكزاما عشان يعبر امتحان، ولا بور غانيي عن ماتش عشان يكسب الماتش، ولا عشان يعبر الشارع، ولا عشان يعمل وصفة؟ طبعا عشان هنا يكسب الماتش. من حل الجرامير، مامير بريبار دي بتجهز ريست، طبعا هنا الوجبات اللي هي ريست اللي هي الطرق دي بتاعت الاكل، جمع مؤنث فبنقول بون. تيني في با على بيسين، اخلي بالي سؤال منفي، بيقول لك هنا انت مش رايح البيسين، بيقول لك جي في توجور على بيسين، ده انا بروح دايما البيسين، يعني هنا بيجاوب بالاثبات يعني سي. اكسسوار اي جولي، طبعا الاكسسوار مفرد مذكر لكن مبدا بحرف متحرك فبناخد ست. تي بار لا اتونامي، انت بتحدث الى شخص صديقك، طبعا هنا وخلي بالي ده عاقل، بسال عن عاقل عن شخص، بقول له نيجي بار لا بيرسون، طبعا اي شخص عاقل او كلكان بنرفيها بني بيرسون. فارين في فولي مدام، هنا بيقول لها ايه كمية الدقيق اللي انت عايزاها؟
مشكل ولا كسك ولا كومور بنقولكم بيان دي اير منى ايسون فرير سو. خلي بالي بالامس منى واخوها ذهب وانا عندي هنا بصيكم بزي في الجزء الاول منه اللي هو المساعد اتر. انا عايز هنا البارت سي بصي منى واخوها بنعتبرهم هنا جمع مذكر فبنقول الي بنديهم الاس بس ما خدوش اي اس لانهم هنا في ولد يعني مذكر. منى شدي بوم منى اشترت البول تفاح الفي دي كيلو هي تريد منه الدي كيلو. خلي بالي طبعا هنا مفعول بتاعي مسبوق بعد التجزئه فبناخد اون. سارة بورتي ان روب هي بترتدي الفستان كارو طبعا اكارو من الكاروهات اي ستايلات عندنا بتاخد حرف الجر قبلها. مي بارو ناجي دان لو لاك والدي بيعرفوا يعوموا في البحيره. مي بارو يعني ايه اللي عايزين هنا الجمع يبقى صاف طبعا فيرب صفار. جيم جوي فوتبول عرفنا لما يكون عندنا فيه فعلين في الجمله بنمسك اخر واحد فيهم جوي هياخد مشتقاتها فوتبول مذكر يعني او. اير منى لي فاكانس سون غراند فير هنا منى قضت الاجازه قضت عندي فيرب بصي لما كنا بنقول ان هو ليه معنيين بمعنى يمر وبمعنى يقضي. يمر هياخد المساعد اتر يقضي يبقى هياخد المساعد افار. طب هنا هي بتقضي يبقى خلي بالي بركز في او باسي اوكي ماشي. لي فاكانس قضيتهم عند جدها يعني في شيء يبقى خلي بالي بختار طبعا رقم بي. مون بير والدي فاتيجي بارسكي الترافاي والدي بيكون متعب لانه ترافاي هو بيعمل بكو كثيرا يبقى خلي بالي إلي انا عندي هنا بختار بين رقم بي ورقم سي يبقى هنا تري ما تنفعش ان هي في اخر الجملة وهي اساسا بتوصف صفة ما تنفعش معايا يبقى هنا بقول ايه هو يكون متعب لانه ترافاي بكو بيعمل كثيرا. فولي بوسو وي نو ان مانج بكو انتم بتاكلوا الاسماك بيقول وي احنا بناكل منها كتير يبقى هنا فو مانجي وي هنعوض عن الاسماك هنا بأو يبقى هناخد الضمير او. بنحل اسئلة سيتياسيون فو بارلي دي فوتر مويان دي ترانسبور بريفيري فو دي بتكلم هنا عن وسيلة المواصلات المفضلة بتاعتك بتقول جي بريفير المترو انا بفضل المترو ولا التزلج على الجليد ولا في المدينة في مواصلات عديدة لا طبعا باخد اول واحدة. فو ديماندي افوتر مي سي كوالي غوتي انت بتسأل صديقك يعني ايه التصبيرة فو دي بتقول له هي مادة دهنية ولا وجبة خفيفة ولا مؤسسة مدرسية ولا رياضة خطيرة طبعا هي وجبة خفيفة وخدناها قبل كده كتير. لي بولانجي فو دي مان سي كو فو فولي فو ديت هنا الخباز بيسألك انت بتريد ايه هقول له عايز 2 كيلو تفاح لا عايز 2 لتر لبن ولا كتب لا انا بقول له هنا عايز دي باجيت اللي هو الخبز الطويل. فو دي مان دي افوترو مي كيل سبور الف بتسأل صديقك الرياضة اللي هو بيمارسها ال دي بيقولك انا بعمل مشتريات بعمل واجبات ولا بمارس الكمان لا بيقول لك هنا جي في دي لا ناتاسيون انا بمارس السباحه. السؤال اللي بعد كده في قبله ديالوج صغير كده بيقول لمبلوي الموظف بيقول لكم بيان دي بي فولي فو كم عدد التذاكر اللي انت عايزها بيقول له بيير دي ان لي روتور يعني عاوز تذكرتين ذهاب وعوده. لمبلوي بيقول له فوالا ميسي ها هما لي تي جي في فا بارتير اويتير يعني القطار السريع هيغادر الساعة 8 طبعا تي جي في اختصار لثلاث كلمات عندنا اللي هو تران جراند فيتيس اللي هو القطار السريع. طيب يبقى هنا مسي بيير ريزيرف لي بي حجز التذاكر دي عشان يسافر في الطيارة ولا عشان ياخد القطار السريع ولا يروح الاوتوبيس ولا السفينة طبعا واضحة جدا هيركب القطار السريع. كلي فوتر بروبليم ما هي مشكلتك؟ جي مالو فانتر اي جي توس بكو عندي ألم في البطن وبكح كتير.
برانسي ميديكامو دي فوا بارجور، خذ هذه الأدوية مرتين في اليوم. أوني كوت سيت سين أنتر، بنستمع لهذا المشهد ما بين أن مالاد إي أن ميتسا، المريض والطبيب، ولا الزبون والبياع، ولا اثنين لعيبة كورة، ولا المدرس والتلميذ. طبعا الأولى. أبورتي موادي بولي إي دي بات، احضر لي الفرخة والمكرونة، فولي فو دي لا سلاد، عاوز سلطة، ولوي مي امبيتي بلا، لكن طبق صغير. دان سيت سين، في هذا المشهد ليك اليا الزبون دا ديماند ان بوسو، بيطلب مشروبات، ولا انسيون فور مسير لبري، بيستعلم عن السعر، ولا ادرس ان كونسي، بيوجه نصيحة. طبعا لا، هو ديماند ان ربا، بيطلب وجبة. Qu'est-ce que tu fais à la compagnie? ماذا تفعل في الريف؟ Je monte à cheval et je fais de la peinture. أنا بركب الحصان وبرسم. Moi, je nage dans la rivière. أنا بعوم في النهر. De quoi parle le défi? هنا البنات بيتكلموا عن إيه؟ عن مهاراتهم؟ ولا عن الحياة في المدينة؟ ولا وسائل المواصلات؟ ولا دي توكي الفي، ولا الطقس في الريف؟ طبعا هنا بيتكلموا هم بيعرفوا يعملوا ايه، يعني عن المهارات بتاعتهم. بناخد اسئله الجرامر. تي في كوم دي سير، هنا بيقول له بتحب ايه كحلوى، بيقول له هنا كيسك، ماذا، ولا اسك، ولا كيل، ولا كوا. طبعا هنا بيقول له كيسك تي في كوم دي سير، ماذا تحب. إليمو إي تري سكري، هذا العنصر الغذائي بيكون سكري. طبعا مفرد مذكر مبدوء معايا بحرف متحرك، فباخد ست. كيسك تي في، ماذا تفعل. جيني في كيسك، يعني بتسأل عن شيء غير عاقل، بتعمل ايه؟ بقول له مش بعمل ولا شيء. جيني في ريا. إيير سوار إيل دي فواياج، إيير سوار يعني بالأمس مساء، يبقى أنا هنا عايز ماضي مركب. الأولى مستقبل مش هتنفع، التانية مضارع. أركز في الاتنين الأخرانيين، إيل سو، أوكي الاتنين فيرب أتر وتصريف ينفع، يبقى خلي بالي بقى اللي هيفرق معايا البارتيسيب باسي. إيل هنا جمع مذكر، يبقى ما تنفعش رقم سي، هختار رقم دي عشان إس هنا تبعية مذكر. رامي ام لفريز، هو بيحب الفراولة. ايل مانج بوكو، بيأكل منها كثيرة، عشان في عندي فيرب مانجي وبوار بياخدوا معاهم الضمير الام. ليلى نشط با دي كادو اسامير، ليلى لم تشتري الهدية لامها. خلي بالي هنا السؤال منفي، بيقول لها الاشد ام بارفان، ده هي اشترت لها بارفان، يعني معناها اشترت الهدية، يعني بجاوب بالاثبات، يعني سين. سير سرا أفردي ربا، هذا المطعم بيقدم وجبات. طبعا هنا جمع مذكر، فبقول شو وجبات ساخنة. جيم جوي، أنا أحب أن ألعب طبعا وبادمنتو. مون نامي إيجرو، صديقي ضخم. جي بروبوز دي سويفرو أن رجيم، أنا بقترح عليه إن هو يعمل رجيم. أخلي بالي طبعا فيرب بروبوزي بيجي وراه دايما حرف الجر، وحفظناه قبل كده، يبقى بيجي وراه مفعول غير مباشر. رجع الجملة لأصلها، بقول هنا جي بروبوز مونامي، ان هو يتبع النظام الغذائي. طيب مفعول غير مباشر، يبقى عند الوي والير، مفرد يعني الوي. ماري في دي سبور، ماري بتعمل رياضة. سيزامي بوكو دي، انا عندي هنا مقارنة، هي بتعمل رياضة اكثر من زميلتها. بوكو دي ما تنفعش، بلي كي بلي دي بلي، طبعا هنا بلي كي يعني هي هنا اكثر من زميلتها. تي اوفر لي كادو اتي بارو، انت قدمت هدايا لوالديك. وي جي اوفر، انا خلي بالي عندي مفعولين في الجملة، الاولاني مفعول مباشر عشان جا ورا الفعل مباشرة، يعني ليه وهو جامع. لير، طبعا لير هنا مفعولين، لان والدي هنا مفعول غير مباشر، يبقى انا عندي ضميرين لي ولير، فين هما؟ طبعا هنا رقم سي. اير بالامس، روندي فيزيت ا جران بارو، انا زرت. انا عايز هنا ماضي مركب، ماضي مركب عندي رقم بي ورقم دي، اخلي بالي. طيب ايه اللي هيفرق ما بينهم، سون ولا سي؟ طبعا هنا جمع، يبقى بختار سي. ديما جي في على فوري فيلو، انا ذهبت
ديما لا ديما يعني هنا غدا لسه حيعمل. طب انا هنا عندي فيرب عليه، يبقى انا هنا عايز المصدر. المصدر اخلي بالي، حتى لو الفعل عندي في المصدر لازم اصرف ضمير المفعول اللي قبله مع الجيح هيبقى مي، وانا عايز مصدر يبقى مي برومينيه. طيب انا هخلي بالي ما بين سي وما بين دي، هم دول اللي هينفعوا معايا. لكن هنا ده هتنفع قبل فيلو، مفيش هنا محدد عشان اقول ده فيلو مثلا، لا هنا فيلو، هنا وسيلة مواصلات بنركب عليها مفيش قبلها محدد، يبقى هنختار لها اه. يبقى هنا اللي هتنفع معايا رقم دي. فوترا مي ام بكولا لكتير كسكيل دي، صديقك هنا بيحب كتير القراءة. ماذا هو يقول؟ بيقول جيني لي جامي، انا مش بقرا ابدا، انا بكره القراءه. ولا لكتير سي ما باسيون، طبعا القراءه هي هوايتي. فوتر امي فو زانفيت اجوي افيك لوي، زميلك هنا بيدعوك للعب معاه. اي فو فو اكسكيوزي، انت هنا بتعتذر، هتقول له تريبوني دي فكره جميله، داكور موافق، افيك جراند بليزير بكل سرور. هتقول له لا، ما جون بي كاسي، يعني انا ساقي مكسوره. فو دي ماندي او فاندير لبري دين شميز، تسأل هنا البائع عن سعر القميص. ماذا تقول؟ بقول له ايه لونه، سي كومبيا، بكام، ولا هو مقاسه، ولا ايه الموديل بتاعه. طبعا سي كومبيا. هنا بنقول هي محادثة صغيرة، وبعدها السؤال بتاع المواقف، بنقول يا جماعة دي كلها توقعات، وهنشوف بعد كده هل الموقف هيجي عادي بالسؤال اللي احنا تعودنا عليه، ولا يجي بنفس الطريقة دي. هنا بنقول فينس تيفا او ان فاكانس، انت بتروح هتروح فين في الاجازه؟ روبرت جو بريفير قال لي على كومباني، بحب اروح الريف. وجون فياجي على ترانجي، انا بحب اروح الخارج. دي كوا بار لدي جارسو، الولدين دول بيتكلموا عن ايه؟ دي لير ابيليتي، عن مهاراتهم، ولا دي لير بروجي، دي فاكانس مشروعاتهم في الاجازه، ولا لير جورني سكولير يومهم المدرسي، ولا رياضاتهم المفضلة. طب طبعا بيتكلموا هيروحوا فين في الأجازة. جو فودري ريزيرفي ان شامبر، أنا أريد أن أحجز حجرة بور كومبيان دي نوي، كام ليلة، بور تروا نوي سيلمون، للتلات ليالي فقط. أو سي باس ست سن، المشهد ده ممكن نسمعه فين وبين مين؟ بنقول هنا انتر ان فياجي ان بروايي دي الايروبورت، بين المسافر والموظف في المطار، ولا بين المدسة والملاد، الطبيب والمريض في المستشفى، ولا البائع والزبون، ولا طبعا هنختار الأخيرة اللي هي الموظف والبائع في الأوتيل. جي فودري براندر دي بوا كي دوا جي فير، هنا بنقول انا اريد بيردر، بيردر يعني يخسر وزن، عايز اخسر وزن، عايز اخس. جي بنقول له هنا تي دوا مانجي ام في دي تو، يجب ان تاكل قليلا على الاطلاق. بو اجي في اوسي فير دي سبور، هو يجب ان اعمل رياضه. بنقول هنا اليو ديماند دي كونسي بور، هنا اليو طلب هنا نصائح عشان ايه؟ طبعا هنا يكسب مسابقه، ولا فور دي بون نوت يحصل على درجات جيده، ولا جاردي ان بون فورم عشان يكون في الفورمه، ولا عشان يقضي سهرة جميلة. طبعا هنختار رقم سي. كل اللي مو بريفيرتي، ما هي العناصر الغذائية اللي بتفضلها؟ جي بريفير للديزرت، بحب الحلوى. مو جي بريفير دي بسكوي او جوتي، بفضل البسكويت في التصبيرة. لي جوتي سي كوا، هي عبارة عن ايه؟ طبق دهني، ولا رياضة خطيرة، ولا وجبة خفيفة، ولا وسيلة مواصلات. طبعا بنختار رقم سي. ما طنط اين روب، ما طنط عمتي عندها فستان. طبعا عندي اين روب هنا عايز صفة مؤنث، نوار ما تنفعش، فيولي ما تنفعش، بلي جمع مؤنث، يبقى هنا بختار فير كلير. كلير اخلي بالي ما يكون عندي فينا لون مركب، بختاره هنا بينفع معايا. ما اقولش ان هو مفرد مذكر، لا احنا خدناها في سنة تانية، لما يكون عندي لونين في الجملة او لون مركب بختاره مفرد مذكر، يعني ينفع مع اين روب. جدوى بسي لي بوشي، يعني انا المفروض ان انا بمر على الجزار، يبقى هنا في عندي شخص عاقل، يبقى شي. ان ريجارد لا تلفزيون، هي ما بتشاهدش ابدا التلفزيون، ما بقولش هنا ريا شيء،
ولا بيرسون شخص ولا تجور اصلا ما تنفعش اللي بتيجي في الاثبات عندي. بختار هنا جومي. الابيت لوان فيل، خلي بالي لوان دي يعني بعيدا عن من اللي عندي، من اللي بيجي حروف الجر بيجي وراها دي ومشتقاتها. طب انا عندي هنا فيل مؤنث يبقى دي لا فيل. سام دي درنير، الاسبوع السبت الماضي جولي شير دكتور ذهبت للدكتور. ماضي مركب يعني الاولى ما تنفعش انها مستقبل، الأخيرة ما تنفعش، بختار ما بين الاثنين اللي في النص. طب جولي هنا مؤنث يعني بتاخد تبعية مؤنث يبقى ايطالي. ما فومي بيان فيغ دوسكي، فيرب سافوار، عائلتي بتعرف تلعب او بتمارس السكي يبقى هنا بختار سي. تيفا على بيبليوتيك، بتروح المكتبة لويك اند، بيقول له يوم اجازة عطلة نهاية الاسبوع، يعني مش بيقول له من ولا لماذا ولا كماذا، بيقول له متى تذهب. دنموا اعطيني كييد اكزرسيس، اعطيني هنا كراسات جمع يبقى تو ما تنفعش، طاسة ما تنفعش يبقى هنا تي هل حتنفع. دي تليفون اتاكو بين، انت بتتصل بصديقتك. ويجي تليفون، ما خلي بالي طبعا هنا تليفوني من الافعال بيجوا وراها غير مباشر، نرجعها للجملة الاصلها عشان نتأكد. بقول هنا جي تليفون مثلا ما كوبين، يبقى هنا اخلي بالي المفعول بتاعي غير مباشر مفرد يعني الوي. لا بوكس ايتان سبور، البوكس هو رياضة، باخد هنا الصفة على اساس ان سبور مفرد مذكر فيولا. الي اي موا انسي اشيفال فوري، الي وانا بنتنزه في على الحصان في الغابة. طبعا انسي يعني انا هنا خلي بالي ده ماضي مركب، انا عايز اسم المفعول مع اتر هياخد تبعية. طيب احنا هنا جمع يبقى بنقول برومينيه اللي فيها جمع، يبقى هنا بنركز على جمع مذكر يبقى بي ولا دي. طيب هنا الغابة فوري، بنقول هنا الغابة ألا، يبقى حنقول هنا برومينيه ألا. الجملة اللي بعدها فو مانجي دي بواسو أو رسترو، انتوا بتاكلوا السمك في المطعم. احنا بناكله في، خلي بالي عندي في هنا بواسو وقبلها أداة تجزئة يبقى حتاخد وعندي ريسترو بعوض عنها بالإيجريك يبقى هنا حناخد عندي رقم بي. ديما غدا يعني عندي هنا مستقبل يعني اللي زائد المصدر. جي في اوسكار بارك فوار ان كومبيتيسيون، اشوف هنا المسابقه يبقى هنا فين عندي المستقبل بتاعي، اخلي بالي عندي هنا حختار من سي ودي. طيب هنا بقول اول واحده هتنفع، طيب بور فوار ان كومبيتيسيون ولا بارسكي؟ طبعا خلي بالي احنا خدنا بور بيجي وراها مصدر، بارسكي بيجي وراها جمله كامله، عندي هنا في مصدر يبقى هاخد بور. ولغايه هنا وصلنا الفيديو بتاعنا يا شباب، ما تنسوش اللايك والكومنت الجميل بتاعكم. بعد كده في جزئين تاني هينزلوا باذن الله، يعني خلال يومين ان شاء الله هيكونوا نازلين. دول طبعا هيكونوا أسئلة سيتياسيون مواقف برضو شاملة كل المنهج إن شاء الله، هنغطي كل المنهج وأهم القواعد وأهم السيتياسيون، وأتمنى لكم كل توفيق بإذن الله. أوروفار.